مرحبا، يعطيكم العافية. معكم الرسام جوزيف العريض، أوتوديداكت بينتر. تابعت دروس بأستراليا رويال آرت سوسايتي، بفرنسا جراند شوميير، وبأتليه ماكافوي كمان بباريس فرنسا. رح نرسم اليوم سوا هيدا المشهد البحري مباشرة بمنطقة كفر عبيدة. برافقني الأستاذ ويليام مطر، وأنا بشكره كتير، وهو يلي عم بيصورني وأنا عم برسم هيدي اللوحة. من أجمل ما يمكن للفنان أنه يرسمه هو الطبيعة بشكل مباشر، حيث أنه بيكون على تماس مباشر مع الطبيعة لينقل للمشاهد الإحساس والألوان بكل صدق، وليترجمها بلوحة يفرح فيها المشاهد أو المتلقي. ويلا نترافق سوا لإنجاز هيدي اللوحة، إن شاء الله تعجبكم.